بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم مشيئة الله تعالى عن كيفية إضافة اللغة العربية للوحة المفاتيح أو الكيبورد في ويندوز 10، وكيفية إضافة أو حذف أي لغة من الكيبورد للكتابة بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والتبديل بين اللغات بكل سهولة. نروح على قائمة ستارت، ونروح على سيتنج أو الاعدادات، بعدين اروح هنا على تايم اند لانجويج، اروح هنا على لانجويج، والاقي هنا في ادد لانجويج. فلو انت عاوز تضيف لغه، يعني انا عندي اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه الموجوده على الجهاز، اضيف وليكن اللغه العربيه للكيبورد، فاضغط هنا على ادد لانجويج. هتفتح معانا قائمه باللغات، فهتشوف اللغه اللي انت حابب تضيفها للكيبورد. انا طبعا هضيف اللغه العربيه، فهنا في العربيه الجزائر، العربيه البحرين، العربيه مصر، فهتختار اللغه اللي انت حابب تضيفها على الكيبورد. فانا اختار العربيه مصر، هضغط عليها، وبعدين اضغط هنا على نيكست، وبعدين اضغط هنا على انستول، وهتبدا تثبت معانا اللغه على الكيبورد زي ما حضراتكم شايفين. فهننتظر لحظات حتى يتم تثبيت اللغه العربيه على الكيبورد. كده اتثبتت معانا اللغة العربية على الكيبورد. لو رحنا ضغطنا على اللغة هنا، هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين اللغة العربية اتضافت معانا، دي اللغة الفرنسية. لو انا حابب ازيل لغة من اللغات، هروح على اللغة اللي انا حابب ازيلها وهضغط عليها، والاقي فينا في ريموف، فاضغط على ريموف، اتشالت معانا اللغة. لو رحنا على اللغات هنا، هنلاقي اللغة العربية واللغة الإنجليزية فقط اللي موجودين. لو أنت عاوز تخلي اللغة العربية هي اللغة الأساسية عندك، بحيث إن لما تفتح الجهاز تبقى الكيبورد باللغة العربية، فبتضغط على سهم الصعود أب، فبقت اللغة العربية هي اللغة الأساسية عندك على الكيبورد، بحيث لما تفتح جهاز الكمبيوتر بتاعك بتلاقي اللغة العربية هي لغة الكيبورد. تقدر تبدل بعد كده لو أنت عاوز تكتب باللغة الإنجليزية. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.